تفاجئنا جميعا كباقي المواطنين ديال منطقه بنسركاو ملي تاكد باصابه واحد السيده بفيروس كوفيد 19. بصراحه المعطيات كثيره ما عندناش عليها من غير البارح بالليل جاو لي زومبيلونس كيديروا المخالطين. قالوا بان عندنا المخالطين هنا في حي قريب للسبيقه، في حي الوفاق، في حي الفرح. المهم الوضع زعما كيشكل خطوره بالنسبه لينا حنا الناس ديال بنسركاو. كما كتعرفوا بنسركاو حي شعبي، عندنا السويقه تقريبا كل نهار كيكون فيها بزاف ديال الناس. هذا هو اللي كيخلي الناس فعلا كيخافوا على مستقبلهم. كاين الناس اللي كيبقاو في الدار، كيبدا باقي في الدار وما عمره ما خرج. بالمقابل ديالو كاين بزاف ديال الناس اللي ما عندهم سوق، اللي كما كنقولوا ما عندهم سوق وكيهدوا السلامه ديال الناس اللي منضبطين ودايرين الحجر. هو صراحه التحدي رقم واحد هو انه عندنا اغلب الحالات دابا اللي عندنا في جهه السوس هما حالات وافده. دونك دابا صراحه النداء اذا كان ممكن يكون للسلطات باش يزيدوا في الصرامه ديالهم، حيت دابا بالمقابل كلما ترخينا على الناس اللي كيجيو الاطباء الاطقم الطبيه كتستنزف القوى ديالهم والطاقه ديالهم، وهذا هو اللي كيشكل مشكل. فالنداء للسلطات انها تزيد من الصرامه، الاحياء الشعبيه تزيد في الصرامه والناس يحتاطوا مزيان، ما يخافوش ولكن يحتاطوا. الانسان عاطين الا كثرنا من الخوف مشكل، ولكن الانسان يحتاط ويتبع النصائح ديال السلطات والله يشافي الجميع. الحاله اللي كاينه هنا دابا بحال اللي وقعت، هي شي ناس مقيوس للحاله، هاد القسم لا فامي ديالهم جات شي وحده من مراكش، يا السيده جات من مراكش هي اللي جابت الحاله وبقات تقتنى. وهاد الناس هادو من العائله ديال مرت خوهم داوها اليوم وكنوصيو عباد الله يجازيهم بخير. حد الحاله وصلت لهاد الحيره ديال البلوك 11، الناس تحترموا وتعطي اهميه وتدخل للديور ديالها وتخاول من الخلطه، ما تبقاش تجمع مع عباد الله. راه هذيك الجمعيه كتجيب غير الباله، واللي عنده شي وليدات صغار ما يخليهمش يخرجوا، لان ذوك الوليدات هما سبب الباله دابا، لان هذا الشيء هذا تطلق بزاف. حنا ما كرهناش هذا الشيء يزيروه كاع، يزيروه اكثر من اللي كان الزيار، اما دابا راه تخفض الوقت. راه ما السويقه ديال بنسركاو ولا هنا ولا كل شيء راه ما بقاش داك الشيء كيف كاين، لان هذا الشيء بزاف. هذا الشيء هنا في مرخي ترخى داك الشيء ترخى بمعنى كاين ما كاين السهو ما خدامش. راه لا سيتي في النعاس وسايق ديك الصيده، يعني هي هذيك الصيده اللي وحنا فيها دابا. اللي كان الزيار بقى من الاول حتى لفان بحال دابا الحجر، غادي يكون كلشي مزيان. وين حنا نطلقوا داك الشيء اللعب تسلق. السلطات المحليه ماشي ما دايرهاش خدمتها، دايره خدمتها، ولكن يد وحده ما كتصفق. القايد بوحدو ما يمكن له يخدم، المخزن بوحدو ما يمكن له يخدم، يعني خص تكون الكتله، يكون المخزن، يكون السلطه، يكون كلشي خص يكون خدام باش تكون الكوكبه، تكون الحمله كبيره، وتكون الوقوف. الحراسه عندك ورقه خرج، ما عندك ورقه ما عندكش خرج. السي تكون الحراسه الزيار، ان هادشي راه خدام لينا حنا ماشي خدام ليهم، خدام الامه كلها. الزيار هو المعقول، راه لما كان زيار ما كاين حتى شي حاجه. الزيار تلقى ما تحل، واش هادشي اللي تيقول الاولين سد تلقى ما تحل، وإلا ما شديتيش راه اللي جاي الفارين ما جاي يدخل يلعب عندك، وإلا زيرتي حتى حد ما يدخل لعندك. يعني حنا ما بقاش الزيار عندنا. بنسركاو رخاو عليه بمعنى الكلمه، ما خلاوش كيف ما كان. بنسركاو راه تلقات، خصهم يزيروا عاودوا الحسابات ديالهم، الا كون غاديين في هاد الحسابات غنوصلوا للخلا. بزاف عاد ولدي متخوفين، ولكن اش غنقول لك؟ انا شنو وقع البارح هنا؟ واش في راسك شنو وقع؟ اي في راسي داكشي اللي وقع البارح. ايوا قالوا لنا بان شي سيده هنايا يمكن تقاست بهذا الشيء ديال كورونا وسميتو وهزوها. قال لك شي وحده يمكن كانت في مراكش ولا داكشي كيقولوا الناس. حنا دابا لحد الساعه حنا متخوفين والله الا خرجه. انا دابا متخوفه، غادي بغيت نتغدى ومتخوفه. واش غنقول لك؟ انا كنصح الناس ياك باش يستعملوا الكمامه ديالهم ويبداو يغسلوا يديهم، والنظافه راه زوينه. قال لك النظافه من الايمان. هذا الصباح هذا كنتفاجئوا لقينا السيارات ديال الاسعاف 141 في الدرب، خداو واحد الدري صغير هو الاخت ديالو. دابا عاد حسينا بواحد التخوف اللي هو تخوف شويه صعيب. ولينا دابا كنحسوا بان الفيروس دخل عندنا سميتو الدرب عندنا، حيت شحال هذه واحد 15 يوم هذه ولا سميتو ما كانش هذا الشيء هذا. دابا بدينا كنتخوفوا من سميتو. واخا انا دابا ما لابس القناع ديالي، علاش ما متوفرين؟ لا متوفرين الاقنعه، متوفرين في جميع المحلات، ماشي ما متوفرين غير انا اللي دابا اللي خرجت على قفله وصافي. المهم كان سميتو كنناشدوا السلطات المعنيه والناس اللي المسؤولين يقوموا بواحد سميتو بواحد الضغط يعني على سميتو على الساكنه، لان كاين واحد شويه ديال تراخي. حيت هذه من قبل كانوا الناس يقولوا انا ما كاينش ما عندناش، كانوا يعني متلوقين، الناس متلوقين شويه. دابا راه الناس راه شافوا كلشي بعينيهم، غادي يكون عندهم واحد التخوف اللي هو كبير وصعيب بزاف. سيرتو دوك جوج خوت اللي تصابوا هذوك قراب منا شويه وتنعرفوهم. صافي هو هادشي اللي كاين. كنتمناو السلامه للمواطنين جميعا.